دكتور، الفئات اللي بيشملها القرار الرئاسي تفصيليا، من هم المستفيدون فعليا من هذا القرار؟ يعني خليني اقول لك انه امبارح في اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دوله رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه ووزير الصحه والسكان، استعرض السيد الرئيس المشروع القومي لبناء الانسان او للتنميه البشريه. ولا شك ان واحده من اهم مكونات التنميه البشريه هي الحمايه الاجتماعيه. صحيح. والحمايه الاجتماعيه مرتبطه بشكل مباشر بالحصول او الحق في الحصول على الصحه. لذا كان قرار السيد الرئيس بيضم فئات جديده لمنظومه التامين الصحي الحالي، وهو 8.5 مليون مواطن بيتم ضمهم للتامين الصحي وتتحمل الدوله تكلفه اشتراكاتهم. يعني احنا عارفين ان منظومه التامين الصحي هي منظومه قائمه على الاشتراكات، وبالتالي تتحمل الدوله المصريه من خلال منظومه الحمايه الاجتماعيه للمواطنين الاكثر احتياجا تكاليف انضمامهم. احنا بنتكلم على 6.5 مليون من المستحقين لمبادره الدوله او المشروع تكافل وكرامه من غير القادرين، بالاضافه الى 2 مليون من العماله غير المقام، زي ما حضرتك قلت النجار واللي بيشيل والحمال، كل من يعمل بشكل غير منتظم ملوش اي نوع من انواع التغطيه التامينيه الصحيه. تمام. السيد الرئيس امبارح ضمن المشروع القومي للتنميه البشريه كلف ووجه بضمهم للتغطيه التامينيه. النهارده يقدر انه يروح يتعالج في المستشفيات سواء كانت تابعه للتامين الصحي او المستشفيات المتعاقد معها التامين الصحي. احنا التامين الصحي يمتلك صحيح 28 مستشفى لكنه متعاقد مع مئات المستشفيات على مستوى الجمهوريه في 27 محافظه، يستطيع ان يتلقى العلاج، يستطيع ان يتلقى الخدمات الطبيه سواء كانت عمليات ايا كان، من بدايه من عمليه اللوز للاطفال الصغيرين الى نهايه بعمليات القلب المفتوح والزرع لا قدر الله. فاحنا بنتكلم على حزمه تامينيه كبيره جدا، خدمات صحيه غير محدده، يعني التامين الصحي ما بيقولش ده بيتعالج وده ما بيتعالجش، كل انواع الامراض يتم علاجها من خلال التامين الصحي، كل هذا لفئه وعدد ليس بالقليل. احنا بنتكلم على 8.5 مليون مواطن، منهم 2 مليون من العماله غير المنتظمه و6.5 مليون من المستحقين لمعاش كفاءه.